كثير من من الله عز وجل عليه بفضل ما في جسده أو في علمه أو في لسانه أو في غير ذلك يبتلى بعين يجهل صاحبها، فعندما يجهل صاحبها لا نستطيع أن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ائتني بغسلك أو وضوئك، لأنه مفقود مجهول. لكن الحالة هنا أنه يستعين الله عز وجل ويكثر من الدعاء. وغالب الظن عندي، ولا أريد أن أقنط أحدا، أن العين حق بمعنى أنه لا ترتفع غالبا بالكلية، لا ترتفع غالبا بالكلية، يبقى شيء من أثرها. لكن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب وسورة وآية الكرسي وسورتي الفلق والناس، فهذه إن شاء الله تعالى تعين على أن يذهب شيء من أثر تلك العين. ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة وأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله أحسن الخالقين، وغير ذلك مما ورد ذكره في القرآن والسنة لعله أن يخفف عنه شيء مما أصابه. التحصين فضيلة الشيخ هل هو مطلوب؟ التحصين مطلوب شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبعض الناس، بعض العباد، بعض الأفراد يكون جبلة مهيئ لأن يقبل العين، كما كان أبناء جعفر بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أبناء أخي كثيرا ما تسرع إليهم العين، فكان يأمر من حولهم أن يعني يسترقوا لهم. المقصود الناس يختلفون في قضية قبول العين.